ورجعنا من الفاصل وهنعمل مع بعض دلوقتي خلية النحل باللحمة، شرايح اللحمة. خلية النحل دي هنعمل عجينة ونسوي لحمة. هنسوي اللحمة بإيه؟ هي لحمة، بصل، ثماء، بهارات، ملح وفلفل، شرايح لحمة حبة صغيرين كده هيعملوا كمية كويسة جدا، شرايح لحمة، شرايح بصل كده جوانح، ماشي، ثماء، بهارات، ملح وفلفل، ده هسويهم على النار دلوقتي. نيجي بقى هنا هنعمل ايه؟ العجينة. العجينة دي عبارة عن ايه؟ دقيق، ماشي، 3 كوبايات دقيق، معلقة سكر، نص كوباية زبادي، معلقة خميرة كبيرة، حبة البركة، لبن العجن، معلقتين كبار سمنة روابي. هنيجي هنا ونعجن العجينة ونسيبها تخمر. هنحط بسم الله الرحمن الرحيم بالراحة معايا واحدة واحدة 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات دقيق، معلقة سكر، معلقة خميرة كبيرة، نقلب دول كده مع بعض ونديها رشة ملح، ماشي، نص كوباية زبادي، معلقتين كبار سمن روابي، ماشي كده معتبر معلقتين، ابدا انزل اللبن شويه شويه لغايه ما اديني عجينه طريه. ممكن تعجني بلبن او ميه على فكره، ده او ده، يعني ممكن تعجنيها بميه برضو مفيش اي مشكله. حبة حبة كده هديني عجينة طرية، أبدأ أسيبها إيه؟ تخمر بقى وأروح أسوي اللحمة. أنا خليها تاخد تدي مع بعضها كده لغاية ما تعمل لي عجينة طرية حلوة ممزوجة مع بعضها كويس، وأبدأ أسوي اللحمة. أجيب معلقة من سمنة روابي، ميرسي، هناخد معلقه من سمنه روابي، معانا رنا. يا رنا، ازيك يا رنا؟ ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. ليكي سؤال يا رنا؟ قولي. عايز اشتريت البطه من البرتقال. حاضر، شكرا ليك يا رنا. ملح، فلفل، بهارات، ثماء، بص انا ببهر ايه؟ ببهر ملعقة ثماء، ببهر البصل علشان انا عايزه تحميصه للبهارات دي شويه تطلع ريحتها اكتر. ماشي كده، ده خلاص. معانا نهى. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، ازيك انت؟ طيبه حبيبتي. انت طيبه، ربنا يخليكي. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، ربي يخليك. الله يكرمك. بصي النبي يا مدام نجلاء، كنت عامله امبارح، اول امبارح كنت عامله حاجه زي الصميته، قليتيها في الزيت وبعدين فتحتيها من النص، حشيتيها زيتون وجبنه. دونت. بس النبي يا رب يخليك، عايزه بس المقادير والطريقه. حاضر عيني. شكرا يا حبيبتي. شكرا ليك. هنزلك المقادير حالا وهقول لك الطريقه.
هي سهلة جدا مش أي حاجة خالص، إن شاء الله تعجبك يعني لما تجربيها كمان أكتر من إيه من شكلها. بصي بقى كده نزلت اللحمة على البصلاية اللي أنا مشوحاها مع التماء والملح والفلفل والبهارات. كده بقى هتلاقي طعم اللحمة أحلى وريحتها طالعة أكتر، البهارات قوية لأن هي متحمصة مع البصل. واخدة كده تشريحة في إيه؟ في معلقة السمنة. كده طب بسوي اللحمه حلو قوي وتاخد كده ترجع النار شويه ونظبط. العجينه كده معانا آية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ازيك يا آية؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. ليكي سؤال يا آية؟ عايزة اعرف طريقة الكريب، وانا عاملة كنافة عايزة احط عليها مكسرات وتثبت، ينفع احطها واحط عليها شربات وتمسك ولا ممكن تقع؟ لا هتقع طبعا. طب اعملها ازاي؟ انت ممكن بس تفرميها قوي يعني افرمي المكسرات دي قوي، اطحنيها ورشيها عليها كده. انما مكسرات سليمه او قطع كبيره لا هتقع من عليها، انما اطحني المكسرات برضه يبقى طعمها حلو برضه على فكره. ده الحل الوحيد. هتثبت ان شاء الله. واحط عليها شربات كده تثبت؟ لا حط الشربات الاول، واول ما ترش الشربات رش يعني تحط على طول، اول ما تحط الشربات رح يرش عليها المكسرات. خلاص ان شاء الله. بس اللي هتسيبه معايا اهي، انا بقى اجيب هنا خليه النحل دي اللي انا عايزاها، ابدا اعملها كور كده العجينه بتاعتي. معانا مقادير الدونات، يا ريت تصوريه. بتعملي ايه بقى؟ بتخلطي كل مقادير العجينه دي مع بعض اللي هم 3 كوبايات الدقيق، ومعاهم المعلقه 3 معالق كبار من الزبده ومعلقه صغيره من السكر، ونعجنهم بلبن ورشه ملح وطبعا معلقه خميره صغيره واثنين بيضه كوردال العجين. بتعجنيهم كلهم عجينه، وبعدين تيجي تفرديها وتفرديها سمك تخين شويه. ليه تخين شويه؟ عايزه لما اجي اقليها تنفش عشان اقدر افتحها من النص. فانا باجي بروح عجنها حلو قوي واروح سيبها تخفى، بعد ما خمرت بفردها قدامي وابدا اعملها بقطاعه، قطعت الدونات اللي هي واحده كبيره وواحده صغنونه بالنص. ويكون بقى بصي يعني سمك العجينه لما تيجي تفرديها هوريلك دلوقتي كده سميكه كده ماشي، السمك ده سميكه حلوه سميكه. هتروحي مقطعاها دايره كبيره وبعدين الدايره الصغيره، وبعدين تسيبيها تخمر تاني، لازم تخمر قوي، وبعدين تقليها في الزيت. كل ده بتديكي مراحل ان هي تعلى معاكي. قلتيها في الزيت على الناحيتين، طلعيها سيبيها تبرد خالص، افتحيها من النص بالسكينه، واي نوع جبنه بيضاء عندك مع شويه زيتون مقطع صغير اضربيهم مع بعض واحشي بيها الدونات ده. ده بقى اللي عنده عزايم على السحور حلوه جدا. ماشي انا بص كده بقى اسيبها تخمر انا كده بالشكل ده كده، واللحمه تبرد خالص طبعا. كده كلها زي الكور كده، وابدا بقى ايه اسيبها تخمر جنب النار هنا حتى شويه كده، واطلع الخمرانه. فين الخمرانه؟ بالشكل ده بس ما شاء الله بتكبر قوي كده. واجيب صينيه واجيب فرشه ادهنها دهنا كده بالسمنه، ماشي، واجيب برده شويه لحمه باردين كده عشان ما احطش اللحمه سخنه قوي،
على الخمير على العجينه الخمرانه فتموتها، تلاقي قتلت الخمير فتكتم معاكي. فلازم تكون اللحمه بارده. هجيب كده الخمرانه دي كده وافتحها كده من تحت كده، بص اهي كده، تمام كده اهو، اوسع كده عشان دي بقى اللي ياخد واحده يبقى خد سندوتش على سندوتش لحمه اهو. وممكن تغيري الحشوه زي ما انت عايزه كده، وابدا اقفل كده. ماشي، احط كده، ماشي كده، افتح. عايز تعمليها خليت نحل صغيره ممكن جدا تصغري، تصغري يبقى صغنن صغنن في واحده، حته لحمه واحده صغيره لو في عندك بقى معازيم يعني ضيوف كتير. ماشي كده، في وقت وانا بلف كده اقول مثال وحكايته. ايه اه، ما هو مفيش حد بيسلينا، لازم نسلي بعضينا، لازم نلعب بعض كده يعني. طيب اقول لكم حكايه مثل ايه، بص قاعد لي ازاي. اقول لكم مثل بتاع مسمار جحا. عارفين مسمار جحا ده بيتقال ايه؟ يقول لما يلاقي حد كده في مكان ورزل قوي وموقف الدنيا، يقولوا يا ده انت عامل زي مسمار جحا بالظبط. مكان مثلا عايز يتباع وجه ساكن مش عايز يطلع منه، فيقولوا يا ده انت عامل زي مسمار جحا، يعني واقف زي لقمه في الزور كده، عارفين يعني ايه؟ ما بيتحركش، بيوقف الدنيا كلها، بيوقف مراكب السايره زي ما بيقولوا عليه، هو ايه؟ عامل زي مسمار جحا. طب جت منين مسمار جحا؟ دي حكايه طبعا اكيد قصه يعني من قصص جحا اللطيفه الطريفه. يقول لك كان جحا زمان عنده بيت، فحب ان هو يبيع البيت دوت، فايه يعني اتزنق في فلوس وعايز يبيعها. فقال طب انا عايز فكر ان انا ما اطلعش بره البيت ده، اعمل ايه؟ فجاب قعد يعني المشتري للبيع، مش عايزين حد يجيب مشتري يشتري البيت. فرايح عمل ايه؟ دق مسمار في الحيطه اللي بعد عليه هدومه، وقال للمشتري بص انا هبيع لك البيت بس على شرط ما تشيلش المسمار ده من مكانه، المسمار ده بتاعي فخليه لي في الحيطه. فالراجل تاثر قوي وقال ايه ده، اكيد بقى جحا يعني زعلان قوي ان هو هيبيع البيت، فانا مش هزعله وهسيب له المسمار زي ما هو مكانه على الحيطه. جه بقى خد استلم البيت وسكن وفرش وكل حاجه وساب لجحا المسمار. جه بقى تاني يوم، عمر يوم اتنين، لقى جحا بيخبط عليه على الايه، على المشتري. قال له ايه يا جحا خير؟ قال لا مفيش حاجه، انا ايه جاي بس اطمن على المسمار بتاعي، جاي له وقت الغدا بقى وقت الظهرين، انا جاي اطمن على المسمار بتاعي. قال له اه اتفضل. الراجل اتكسف بقى من جحا وتفضل ومش عارفه ايه، واتغدى معانا ومش هتغدى معانا، ودخله وغداه وراح ايه ما قعدوا شويه. جحا مش عايز يمشي، القعده طولت، طب اعمل ايه؟ قال له لا بعد شويه. راح جحا فارش العبايه بتاعته وجمع خده كده وايه، ونام على ايه، نام جنب على الارض. فقال له ايه يا جحا في ايه انت يعني كسب بقى، بس مش عارف يقول له ايه. قال له خير يا جحا، انت ايه اللي بتعمله ده؟ قال له ايه، انا هنام في ظل المسمار بتاعي. فالراجل اتكسف وسوي بات، وبعدين بقى كل يوم جحا ايه يعمل الحكايه دي، وكل يوم يجي له وقت الغدا ويمد وينام جنب حاجته جنب المسمار بتاعه لغايه ما طفش الراجل وساب له البيت بالمسمار. هو ده بقى مسمار جحا. تمام، هناخد بقى كده حبه حبه بركه كده، وده ايه، واسيبها تخمر تاني لازم، وده ادخلها الفرن. انا بقى دلوقتي هسيبك فاصل صغير واسيبها تخمر، ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. وفاصل ونقول على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي بصوا بقى اللي هي ايه معموله قبل الحلقه، شكلها جامد ازاي. خلاص